السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنكمل سلسلة دروس شرح مادة اللوجيك بالعربي. نكمل النهاردة أول الدرس الخامس، وهو بيتكلم على conversion from decimal to octal، تحويل من النظام العشري إلى النظام الثماني. قبل ما أبدأ في التحويل، أنا حابب أن أفكركم بفيديو احنا اتكلمنا فيه قبل كده، وهو التحويل من النظام العشري إلى النظام الثنائي from decimal to binary. لو كان عندنا رقم مثلا say كان 20 في النظام العشري، بيساوي كام في النظام الثنائي؟ اوكي، كنا بنقول اول طريقة اللي هي طريقة collection او التجميع، كنا بنقول 1 2 4 8 16 وناخد اقرب الارقام اللي تجمع 20 اللي هي 16 و4. لو انت عايز رقم 20 يبقى حط 1 عند 16، 1 عند 4 والباقي اصفار، يبقى بالشكل ده. يبقى رقم 20 هو عبارة عن 0 0 1 0 1، دي اسمها اسرع تلوجيك. تمام. الطريقة التانية كنا بنقول بنقسم على الاساس. لو انا عايز 20 مثلا، عايز احسبها بالنظام الباينري من ديسيمال تو باينري، كنت بقسم على 2، والريمايندر لو كان كذا اعمل كذا، دي شرحناها بقى قبل كده. طيب، هي تقريبا نفس الفكرة. اوكي، بس هنقسم، بدل ما نقسم على 2 هنقسم على ايه؟ 8. ليه؟ عشان احنا عايزين نحول للنظام الثماني اللي هو الاوكتل، فالاساس بتاعه 8، فاحنا عايزين نحول من 10 لثماني. ناخد مثال كده مع بعض ونشوف هنعمل ده ازاي. فاول حاجة divide by divide or division division okay by 8. تمام، ناخد مثلا رقم زي 34. 34 في النظام العشري بيساوي كام في النظام الثماني؟ طيب، هات آلة كده معاه عشان نحسب مع بعض ونشوف هنعمل ازاي. نعمل كده الخطين بتوعنا، ونعمل خط بتاع الريمايندر. اوكي، ونحط الرقم اللي احنا عايزين نحسبه من النظام العشري اللي هو 34، عايزين نحوله ثماني فبنقسمه على 8. اقسم 34 على 8، هيطلع لك 17 على 4، يعني هيطلع لك 4.25%. تمام، جميل جدا. احنا بنعمل ايه في الريمايندر هنا؟ بنحسبه ازاي؟ اقول لك دلوقتي، ده اسمه ريمايندر. اوكي، مش طلع 4.25%، احنا بناخد الكسر. الكسر بتاعنا هو كام؟ هو الرقم اللي طلع لما قسمت 34 على 8، طلع 4.25%. تمام، احنا بناخد الكسر ده كده ونضربه في الاساس اللي هو 8، فبنقول 25% بنضرب في كام؟ في 8، فبيطلع لي 2، فاتنين ده هو الريمايندر كده. اوكي، طيب، وايه الرقم الصحيح؟ الرقم الصحيح ناخده نحطه في عملية جديدة. ايه هو الرقم الصحيح؟ هو الأربعة. ناخد الأربعة اهي، نقسم على 8 تاني، الكسر اللي يطلع اضربه في 8 عشان تجيب الريمايندر، مطلعش كسر خلاص. 4 × 8 فيها الايه؟ فيها النص، يبقى تيجي كده تكتب نص. اوكي، طيب خد الكسر، ايه الكسر اللي هو النص ده، والصفر العدد الصحيح. خد الكسر اللي هو معتبر صفر خلاص، دي مفيش ارقام تاني، فمفيش الا نص. خد النص ده اضربه في ايه؟ في 8، يطلع معاك كام؟ 4. يبقى الريمايندر بتاعك هو 4. اتبقى كام في العملية؟ هو الصفر ده، فده يعتبر آخر عملية خلاص، اللي هو آخر عملية الإيه؟ التحويل. وبكده أنت إيه؟ أنهيت الرقم أو أنهيت العملية، وتاخد من فوق لتحت من تحت لفوق، المهم إنك ترتبهم بالصورة دي. أول رقم تحطه على اليمين، وتاني رقم بنحطه على الشمال. تاخده بقى من تحت تحط شمال هنا، المهم إن الرقم زي ما خدته كده من فوق لتحت، تاخده برضو من فوق لتحت.
تمام. طيب، طب انا جبت رقم مثلا ده، انا عايز اعمل تشيك، ما ممكن اكون غلط ولا حاجه. خد الرقم اللي انت حولته في النظام الثماني وحوله للنظام العشري على جنب كده اهو، ده النظام الثماني حوله، شوف هيساوي كام بالعشر. طبعا النظام الثماني ده يعتبر 4 وده يعتبر 2، ما تقوليش 42، ده اسمه في النظام الثماني هو من 0 لـ7، مفيش 42 فيه، هو من 0 لـ7، فبنقول دي 2 ودي 4. ليه؟ انها هتفرق، اللفظ بيفرق في اسلوب الحل. تمام. لما كنا بنحول اي نظام للنظام العشري كنا من الاول بنحط الويت اللي هو 8، ونحط بعد كده الباور 0، بعد كده نحط الويت برضو 8، أس كام؟ أس 1 اللي هو ده. بعد كده كنا بنعمل ايه؟ كنا بنضرب الديجيت في الويت بتاعه، بعد كده نجمع العملية كلها، فهتبقى 4 في 8 أس 1 زائد 2 في 8 أس 7 في النظام الثماني، بتساوي برضو 34 في النظام العشري، وعملناها من 10 الثماني. سيب دي. طيب اختار مثلا رقم ساي 10 مثلا، 40. 40 في النظام العشري هتساوي كام في النظام الثماني؟ أكيد طبعا مش هتساوي 40 في النظام الثماني، أوكي؟ بس تعال نشوف هتساوي كام في النظام الثماني. طيب نعمل ايه؟ اول حاجة احنا قلنا ايه؟ divide by 8. تاني حاجة to find the remainder take اللي هو الكسر، اوكي الكسر الناتج من الرقم واضربه في الأساس 8، ده عشان نجيب الريمايندر. تمام، يبقى نعمل الخانة بتاعتنا هي الآتي، عاملة كده اهو، الرقم بتاعنا هو 40، هنقسمه على الأساس 8، ناخد الخط بتاعنا نكتب فوقيه كلمة ريمايندر أو الباقي، ونقسم مع بعض كده اهو، 40 على 8 فيها الـ5، هل في باقي؟ لا، مفيش كسور، خلاص يبقى هو 5 بس، خلاص يبقى الباقي 0. خلاص 5 على 8، 5 قسمة على 8 تديك 625 من 1000. يبقى خد الكسر بتاعنا 625 من 1000، اضربه في كام؟ في 8، اضرب في 8 يطلع لك 5، يبقى الريمايندر بتاعك 5، وهي اخر رقم 0. خلاص يبقى اذا العملية بتاعتك هي عبارة عن هذا الشكل. يبقى اذا 40 في النظام العشري هو بيساوي 0.5 في النظام الثماني. طب ما تيجي نعمل تشيك على العملية دي، ادي 5.0 في النظام الثماني بتساوي كام في النظام العشري؟ نعمل ايه؟ نحط الويت بتاعته 8 أس 0، بعد كده 8 أس 1، نضرب كل ديجيت باي اتس ويت، يبقى نضرب 0 في 8 أس 0 زائد الديجيت التاني 5 في 8 أس 1، هيطلع ال 40. 8 صفر في أي حاجة بصفر، 5 في 8 40، وفعلا 50. غلطت اهو في النظام الثماني، لا او الخمسة صفر، 5-0 في النظام الثماني بتساوي 40 في النظام العشري. تمام، فدي طريقة جميلة جدا وسهلة جدا انك تجيب الريمايندر، تاخد الكسر تضربه في الاساس 8، جبت انت كده الريمايندر بتاع النظام الثماني.
لو مفيش ريمايندر يبقى صفر، 40 على 8 فعل 5، مفيش أي كسور، مفيش أي باقي، فبالتالي يبقى ده هو الدرس الخامس، تحويل من النظام العشري إلى النظام الثماني، وإزاي أعمل تشيك لو أنا جبت رقم في الثماني، أعمل عليه تشيك وأتأكد إن هو مظبوط في التحويل من ثماني لعشرة أو عشرة لثمانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.